إذن روى مواطنون من أبناء غزة كيف عاشوا 300 يوم من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تستهدف القطاع، وقالوا في تصريحات لقناة يمن شباب أنهم أصبحوا يعانون من الأمراض النفسية والاكتئاب إلى جانب تعرضهم لاضطرابات ضغط الدم، وباتوا يواجهون صعوبات حتى في التعامل مع أطفالهم. لو الأكل ما حدش قادر يجيب الأكل، خضرة غالية، نار، المواد التنظيفية مش موجودة بالمرة، يعني كل إشي صعب، صعب جدا عنا. يعني إحنا خلصنا، يعني إحنا كفينا هيك، إحنا 12 شهر حرام، يعني إحنا المفروض الكل ينظر لنا بعين الرحمة، يعني إحنا هيك، يعني فيش ولا بلد اتحملت اللي تحمله الفلسطينية غزوية، ولا بلد تحملته، إحنا تحملنا أكتر من فوق طاقتنا بكتير بكتير. يعني بنقول لهم خلص يكفينا، يعملوا حل، يحلونا، يجيبوا لنا هدنة، يسووا أي إشي، إحنا راضيين نعيش الخيام، راضيين نضل متمرمرين في الشوب، في عز الشوب هادي، بس المهم إحنا يصير لنا هدنة، خلي أولاد يعيشوا بسلام، من غير خوف، من غير قلق، مش في نص الليل يقوموا مرزوعين وخايفين. الإشي هذا حرام، بنقول لهم كفيك وخلص. والله العظيم ما واحد جبنا حاجة من داره، كل دار راحت، الدار صارت كلها رمل. وحياتنا زي ما انت شايف، بنلقى من ندفن ندفن. لا في لا عندنا شهادة ولا عندنا أي حاجة، لكن عايش حياتنا، كلها مخزق والله من فوق. مش عندنا ولا شيء. كم مرة نزحت حاجة؟ ولا بيجي برجع 20 مرة. ندوم بندفن ندفن عشان يحضروا الشهادة، ما واحد رد علينا، قال بدنا نجيب لك ونجيب لك، ولا واحد اجانا. ولا حد واحد جاب لنا شغلة حتى كويت. نفسي تعبانة، بديت تحت السفير، وصار معنا ضغط، اكتئاب، فيش حياة، مش عارفين نتعامل حتى مش مع أطفالنا أو مع الأقرب منا، مع حالنا مش عارفين نتعامل، أي ظرف بمر علينا مش عارفين نتعامل معاه، مش عارفين نمشي مثلا، حتى في قصة الأكل لو بدنا نمشي فيها مش عارفين نمشي. حالتنا النفسية تحت السفير، متدمرة، لكل من مكان لمكان، من مكان لمكان، مش ربنا بصير الوضع أسوأ من قبل، الحياة تدمرت عنا خالص. واليهود ايش يسووا فينا؟ هنا بنتنقل والله من نتفه لنتفه، كنا على البحر جينا هنا، من البحر رحنا على البحر، وأول امبارح رحنا على البحر وصار الطخ علينا والرصاص يخش علينا في الخيام، وسحبنا حنا وجينا هنا ارتمينا هنا، هذا احنا مرميين هنا، ايش بدنا نسوي أكثر من هنا؟ ايش عملوا فينا هم؟ ما عملوش فينا حاجة، عملونا فينا الخوف والرعب للصغار، كل صغار يخافوا بالخوف وبالعب، الولد الأولاد صار ما عندهم مش أواعي يلبسوا، فيش عندهم أواعي، واحد من وين يجيب؟ وظهورهم انهدت، كل يوم ظهورنا انهدت، دمروهم. من منطقة لمنطقة، من خيمة لخيمة، قلق، خوف، رعب، إيش؟ أنا أحب حكي يعني إيش واضح ومبين شو هذا أشلاء أطفال صغار مش عارفين حاجة، ما فيش مدارس، هذه المدارس السنتين هذول اللي حيروح من الأطفال هذول إيش بصيرين يعني إيش بصير الأطفال هذول؟ كيف الوضع الحين؟ كيف الوضع الحين بشكل عام يعني إيش بتتمنى وكيف الوضع شايفه؟ مش يعني صعب، صعب كثير، صعب. المية بنقعد ساعتين خمس ست ساعات لما نحصل على قلم مية أو قلانين، الست ساعات سبع يعني أكثر من ساعة، والله في ناس من الفجر بيطلعوا عشان الساعة 11 12 يصح له قلانين مية. من يوم هلا اليوم من المدرسة لرفح، من رفح لهنا يعني، وعشناها كثير صعبة، خيام، وحبلت وولدت تاني في الحرب، وزي ما هي الأوضاع صعبة، بننام بخوف وبنصحى بخوف، ما فيش حاجة، هاي مولود لا قادرين نوفر له يعني زي ما كان الطفل نفرح عليه، نعمل له أسبوع، نجيب له أواعي جديدة، يعني انولد على أواعي قديمة، ما فرحناش فيه ولا حسينا بفرق. والله يعيننا على الحال هذا، يوم بنلاقي اكل 10,000 بنلاقيش اكل.